وإلى خبر مختلف، حيث كشف موقع دوبلي أمريلا الأرجنتيني أن نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي اشترى طائرة خاصة فاخرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار ليستقلها في تنقلاته مع عائلته بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. وتتميز الطائرة ب16 مقعد وحمامين بالإضافة إلى مطبخين. وأضاف ميسي الرقم 10 على الديل، بينما دمج أسماء أبنائه على درجات السلم الخاص بالصعود. هاجر، ربما ننتظر دعوة من ميسي لتجربة هذه الطائرة. للأثرياء فقط.